هو السؤال الكبير في هذه اللحظة، هل تدخل إيران الحرب مباشرة أم عبر حزب الله؟ ربما هناك ما يوحي بذلك، لكن لنرصد أولا ما بين السطور، ما جاء في كلام وزير خارجية إيران من الدوحة بالتحديد. بطبيعة الحال فإن حزب الله أبقى على الطاولة جميع السيناريوهات المحتملة على الجبهات الأخرى. ساعة الصفر لأي تحرك ضد الجرائم هي أيضا على يد حزب الله، وإذا تغير الوضع سواء كان ذلك بتوسيع الحرب أو فتح جبهات جديدة أو وقف إطلاق النار، فالأمر متروك لحزب الله. في الأثناء هناك في إسرائيل من يوحي بأن إيران تقوم وفي هذه الساعات بالتحديد بنقل أسلحة استراتيجية إلى سوريا أو عبر سوريا إلى لبنان. القصة بدأت من هنا بتغريدة من مسؤول أمريكي سابق جويل رايبون بالتحديد. رايبون قال إن هناك تفسيرا واحدا لضرب مطارات دمشق وحلب في سوريا، وهو أن إيران تنقل أسلحة استراتيجية عبرها وأن إسرائيل تضرب هذه الأسلحة. الرد الإسرائيلي أتى على لسان مسؤول في الخارجية الإسرائيلية، وعلى التغريدة ذاتها جوشوا زرقا كتب: نعم لقد قاموا بذلك، نعم قمنا بما يلزم. لكن بالتأكيد لا تقتصر المؤشرات على هذه التغريدات. أكسوس، وهو موقع معروف بالمعلومات المخابراتية الدقيقة التي ينشرها، نقل عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أن ما لم تقله إيران علنا هو أنها ستدخل الحرب إذا قامت إسرائيل بغزو بري لغزة. المصادر قالت إن الرسالة تحدثت بوضوح عن خطوط إيرانية حمراء في الأثناء تحت الخط الأحمر وفق خط التصعيد. الرسائل الصاروخية لا تتوقف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.